جورجينا رودريغز. أكيد ما فيش حد فينا ما يعرفش اسم أشهر سيدة على وجه الأرض حالياً، وده بسبب إنها النص التاني لأعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، ومين غيره؟ الدون كريستيانو رونالدو. بس هل تعرف قبل ما جورجينا تدخل حياة رونالدو حياتها كانت عاملة إزاي؟ وكانت بتشتغل إيه؟ ووضعها المادي والاجتماعي كان شكله إيه؟ خلينا نشوف. اتحولت جورجينا خورخي رودريغز من بياعة بسيطة في محل هدوم بتاخد 250 يورو في الأسبوع لواحدة من أشهر سيدات العالم على الإطلاق، وده بعد ما بقت ملكة على عرش إمبراطورية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم على مر التاريخ. جورجينا ما عاشتش في صغرها حياة غنية أو مرفهة، بالعكس اتولدت جورجينا في بيت ضيق ومشترك مع الجيران، واشتغلت بياعة في محل هدوم بمرتب 250 يورو في الأسبوع قبل ما تحصل لها أحسن صدفة في حياتها وتقابل الدون كريستيانو رونالدو. رجعت صحيفة ذا سن البريطانية بالزمن في وقت ما عمل رونالدو مقابلة مع اي تي في سنة 2019، قال خلالها إنه لقى حب حياته بعد ما قابل جورجينا لأول مرة في محل من محلات جوتشي اللي كانت بتشتغل فيها في العاصمة الإسبانية مدريد، وده وقت ما كانت بتشتغل في فريق مبيعات المحل. وقتها قال رونالدو اللي بتقدر ثروته حالياً بأكتر من مليار ونص دولار إن أكبر أحلام والدته إن تشوفه مع جورجينا في قاعة الزفاف. حالياً جورجينا بتربي أطفال رونالدو الخمسة، وهما ألانا مارتينا والتوأم إيفا وماتيو وبيلا وكريستيانو جونيور، وبتعيش في الوقت نفسه حياة كل بنات العالم تحلم بيها، من فلوس لشهرة لسفر في كل حتة في العالم، للاستمتاع باليخت الضخم في عرض المحيط والطيارة الخاصة وأسطول العربيات العالمية بتاعت صديقها رونالدو. اتولدت جورجينا في 27 يناير 1994 لأم إسبانية اسمها أنا وأب أرجنتيني اسمه خورخي، ولما كانت طفلة كانت بتحلم إنها تكون راقصة باليه، لكن عشان أسرتها مش هتقدر تتحمل تكاليف مدرسة الرقص قررت جورجينا إنها تشتغل في مجال تجارة الأزياء بالتجزئة، وكان واضح عليها من صغرها إنها طموحة زي رونالدو بالظبط اللي اتولد في بيت من غير سقف في مدينة ماديرا البرتغالية. على مدار السنين طورت جورجينا من مهاراتها وخبراتها الشخصية، وبمجرد ما بقت مهاراتها اللغوية كويسة قدرت إنها تاخد وظيفة أحلامها وهي إنها تكون بياعة في محلات جوتشي العالمية سنة 2016. وقتها لفتت جورجينا انتباه رونالدو وفضلت علاقتهم سرية في بدايتها، ولكن بمجرد ما اكتشف الناس إن بينهم علاقة حب بدأ مشجعين كرة القدم إنهم يروحوا المحل اللي بتشتغل فيه جورجينا، وده الشيء اللي خلى مدير المكان يخاف من المشجعين اللي كانوا عايزين يتصوروا مع صديقة صاروخ ماديرا. وقتها قرر المحل إنه يطرد جورجينا من وظيفة أحلامها في ديسمبر 2016. في لمح البصر قدر رونالدو إنه يجيب لجورجينا وظيفة تانية في محلات برادا العالمية، وكانت بتاخد مرتب 1000 يورو في الشهر بخلاف العمولة، لكنها اتطردت تاني برضو بسبب المشجعين. وفي نوفمبر 2017 اتفق رونالدو معاها إنها تقعد من الشغل نهائياً، وبعدها بدأت جورجينا في إنها تلبس الهدوم اللي كانت بتبيعها للأغنياء وتعيش في أفخم القصور مع حبيبها رونالدو. وقدرت جورجينا بعدها إنها تكون واجهة غلاف كتير من مجلات الموضة والأزياء لحد ما جمعت أكتر من 50 مليون متابع على إنستغرام، وده خلاها من أشهر بل أشهر سيدات كوكب الأرض على الإطلاق.